السلام عليكم، معكم إبراهيم رسلي، إبراهيم برسلي بطل الكويت فئة ناشئين ورجال فن الشيدوكان جيتسو فئة وزن ثقيل. الأمانة كنت ممارس الفنون القتالية يعني منذ الصغر، جربت العديد من الفنون القتالية المختلفة، بحثت عن أفضل فن قتالي بالكويت، بحثت عن أصعب تمرين ممكن يتمرنه، حاولت أجاهد نفسي وأنافس نفسي عشان أكون لاعب أقوى وأحسن. فشيدوكان كان أكمل ستايل مارسته وأصعب تمرين مر علي، فحبيت التحدي هذا وقلت لازم أعاند نفسي وأوصل بهاللعبة الجميلة. بعد يعني بطولات وايد وإنجازات الحمد لله وايد، يعني قدرت أن أخذ يعني أغلى إنجاز عندي وهو حزامي فن الشيدوكان. التمرين يجهزنا للقتال بالبطولات، فالقتال نفسه شيء مو بسيط، شيء جدا معقد. من أهم العوامل أو من أهم الأقسام بالقتال نفسه جانب القوة، جانب السرعة، جانب اللياقة، جانب الخطة للفايت، وفوق هذا السبيشال ريزنينج أو فهم المنطقة اللي حوالينك حتى من غير ما تشوفها. ومن الذكاء بجدول تدريبنا أن التمرين مقسم حق أيام فيها القتال الواقف اللي يكون الاسترايك، من لكمات، من ركلات، ومن مسافات بالقتال وزوايا مختلفة. وعندنا بعد جانب الجرابلينج واللي هو المفضل بالنسبة لي، اللي هو جانب المصارعة بشتى أنواعه. يعني المصارعة نفسها في لها عدة يعني كذا ستايل. وبالنسبة للبطولات، من الإنجازات اللي حصلت عليها بفن الشيدوكان وغيرها من الفنون خلال فترة تدريبي بالشيدوكان، هي ب 2016 بطولة الكويت للشيدوكان ستايل الأمامي فئة الوزن المفتوح، وبتاريخ 27 يناير 2017 بطولة الكويت للشيدوكان فئة وزن ثقيل فئة رجال، شاركت فيها وأنا كنت ناشئ يمكن عمري 14 سنة، والحمد لله قدرت أن أحصل على الذهبية فيها وفوز بفايت الفايت الأمامي. ب 2018 شاركت ببطولة الجوجيتسو الخيرية لمرضى السرطان الله يشافيهم ويعافيهم. بأكتوبر 2017 كان عندي فايت أمامي ثاني وخذيت فيها الأول على الكويت بفن الشيدوكان وزن ثقيل. وب 2019 قدرت أن أحصد ذهبيتين الكويت ببطولتين مختلفين برياضة الجوجيتسو فئة ناشئين وزن ثقيل، فزت فيها على أبرز وأقوى اللاعبين بالكويت برياضتهم أهم وبستايلهم أهم. كل هذا بفضل تدريب يعني فريق الشيدوكان لي. ومن الإنجازات اللي حصلت عليهم هم تكريم فريق الشيدوكان الكويت لي كأفضل روح قتالية عدة بطولات، وأحسن أو أفضل مهارات جرابلينج بعض البطولات. وأحدث الإنجازات هي بطولة الكويت لسنة 2023 المقامة تحت راية لجنة الكويت الأولمبية وهيئة الشيدوكان في الكويت. الحمد لله حققت ذهبية الكويت في ستايل الأمامي بلعبة الشيدوكان فئة الوزن الثقيل رجال، وجدا فخور بهالإنجاز رغم كل الصعوبات اللي واجهتها، إلى أن الحمد لله توافي من رب العالمين مشت الأمور يعني بأفضل شكل منه. مثل ما تدرون أغلب الفنون القتالية وبطولاتها لها فئات وزنية، فحصل أن المدرب طلب مني ألعب بوزن معين ببطولة معينة ويكون عندي بطولة تليها بوزن غير. صارت أن أنزل من الوزن المفتوح إلى الوزن الثقيل، وهذه كان فيها فارق كبير بالوزن.
وجدا يعني سعيد بالمشوار وشعور زيادة الوزن وانقاص الوزن، يعني كانت تجارب جميلة وتحديات تحلي المنافسة. على الرغم من أني أشارك بفئة الوزن الثقل والوزن المفتوح، إلى أن الأكل من أهم العناصر لتكوين جسم يساعد بالبطولات. ومثال على هالشيء، مو كل شخص وزنه ثقيل قوي، ومو كل شخص وزنه ثقيل سريع، ومو كل شخص وزنه ثقيل عنده لياقة ومرونة. فكل هالأشياء يعني يحكمها التغذية والتدريب. بشكل عام كل أصدقائي وأسرتي ومعارفي، يعني ما حد بخل علي بكلمة طيبة أو كلمة فيها تحفيز. العموم يتمنى لي الخير ويشجعني، لكن بالأخص حاب أشكر الوالد. الوالد أنا ما أطلع من فضله، من وأنا ياهل هو اللي عرفني وخذاني من إيدي، وكان يوديني لمكان الفنون القتال، لأماكن التدريب. كان دائما يوقف طول وقت الكلاسات أو الحصص التدريبية ويحاول يعني يعدل لي أخطائي، يحاول يشجعني بالكلام، بأنه يصور يعني أسعد اللقطات عندي بحياتي وأنه يوريني إياهم بعدين أو يعرضهم على أهلي، وبالبيت أحس من هالشيء بتقدير. دائما يدعمني ماديا ومعنويا، فالوالد يعني أكبر مشجع لي وأكبر داعم لي. من أهم الأشياء اللي علمتني إياها الفنون القتالية وبالأخص فن الشيدوكان هو ضبط النفس. الشيدوكان هذبتني، الشيدوكان علمتني، الشيدوكان أعطتني فرصة أطلع أي طاقة سلبية عند يعني أواجهها خلال اليوم بالتمرين. ويعني على اعتقاد البعض أن الفنون القتالية ممكن تسوي شخص عدواني أو أن تسوي شخص راعي مشاكل، أنا أشوف هالشيء غلط. لأن إذا الإنسان أساساً كان عدواني ودش النادي يمارس فنون قتالية، بيطلع من النادي مفرغ الطاقة العدوانية اللي فيه، فبيطلع إنسان يعني على قولتهم يا نيوترل يا أقل ما فيها بوزيتيف إيجابي. نصيحة أقدمها للكل، سواء كبير بالعمر أو شخص يعني بعز شبابه، دائما حاول تقضي وقتك بهواية تفيدك. بهالشيء يساعدك بحياتك ككل أو حتى بشغلك. سالفة أن تقضي وقتك وتصرف وقتك بشيء يفيدك وتكسب منه صحتك، يعني هذا شيء ما فيه خسارة، شيء يعني تطلع منه ربحان. فليش ما تكون هوايتك نوع من أنواع الرياضة، يعني تفيد فيها نفسك عقليا وذهنيا، وبنفس الوقت تفيد نفسك فيها بدنيا أو جسمانيا. فاتعب على جسمك قبل ما جسمك يتعبك. شكراً.